أرحب فيكم مشاهدين في برنامج كرفان من خلال شاشة تلفزيون دولة الكويت والأبليكيشن الخاص بوزارة الإعلام. كرفان برنامج حبيب خفيف لطيف، الضيف يجي معاي، نتنقل ونسولف ونضحك وناكل، وفي أسئلة وايد صعبة. اليوم ضيفنا كوميدي، وين ما تقطع يرهم وتراجدي بنفس الوقت. ضيفنا اليوم حبيب، خلكم معانا وتابعونا عشان نستقبل ضيفنا. شنو هذا؟ هلا ابو عبد العزيز. طاحون؟ هلا باللوز. تعال تعال تعال. بطل. اي لوز اي قمردين. ايش فيك؟ شو موقفك هنا؟ اختربت سيارتي. جزاك الله بالخير. شلونك؟ شو اخبارك طال عمرك؟ اختربت سيارة. اختربت؟ ايه اختربت عندك سيلفر. شنو راكبان؟ شنو توصيل؟ مساكم الله بالخير يا جماعة. اليوم ضيفنا الفنان شهاب حاجي الجميل. امانة ايش رايك بالكرفان؟ والله ترى الصراحة حلو والله، كرفان حلو. زين والله. اوه الجماعة شنو هذا؟ السلام عليكم. اجرب 30. ها؟ 30 اليوم. اجر كرفان 30؟ اي تبي حاضر. شنو الاخبار الشباب؟ تمام. شنو هالبرنامج؟ شنو عندك انت؟ ماكو برنامج حبيب وخفيف، نقعد نفطر، نضحك، نسولف. شو اسم البرنامج؟ كرفان. كرفان بعد؟ كرفان. كرفان. الله ينداق علي. رد رد خذ راحتك. برد اي شنو بس كذا. خل نشوف منو داق. مو شغله. قول الو. الو. ايوه. ما اسرح ما اسرح. لا لا انا حاطه وصامه. اوكي. ها. برنامج قاعد اصور مع الطاحون. ايه كفو كفو. اسمه كرفان، كرفان طاحون. طاحون ما عنده شغل، كرفان طياره خيمه اي شيء. ايه كله راهن. انزين يلا برنامج بعدين احاكيك. يا بابا انت ايش عليك؟ وين قاعد نصور احنا هذا؟ والله انت بعد دعله. يلا حبيبي يلا سلام. شوف شوف تكفى، شوف طرشين البيت يبون كلينكس مطبخ قصدير بصل سفره. شنو هذا؟ زين شايله عنك عبء مهم. عبد العزيز عبد العزيز شايله البيت عني وتربيه العيال، وما شاء الله عليهم جاب للبيت عاد طباخ وما طباخ وامور البيت كلها عندها. زين يعني نقدر نقول القياده عندها اكثر نوعا ما. هو شوف انا اقول لك، من المفروض ان تكون قياده البيت حق المراه. يعني هذا الاساس، ان قياده البيت والريال يكون من برا لبرا، يعني طالع من برا لبرا. وقت مثلا يعني صارت مشكله كبيره يتدخل الابو. زين تسافر بالسياره؟ اذكر من زمان، لا قبل 20 سنه. وين رحت؟ يعني بالسياره وين؟ اليابان. زين حلو. وين رحت؟ ويك انت شنو تسوق وحاط اقرا ايش مصارع انت شنو؟ حلو. رحت وين؟ رحت وين؟ البحرين. يعني قبل 20 سنه. إيه قبل 15 سنة البحرين، السعودية، أهلنا، ربعنا، إيران، ما شيء. بس. إيه؟ شنو؟ وين بروح بالسيارة؟ زين شنو أكثر شيء ينرفزك؟ وين؟ يعني أكثر شيء ينرفزك بالحياة؟ بالشارع؟ بالحياة عموماً. الزحمة. الزحمة. الزحمة واللي ما يعرفون يسوقون واللي معطينهم هذه إجازات وقالوا له أنت تسوق وما يعرف يسوق. فوضى بالشارع، زحمة بالشارع، هذه أنا الزحمة. الدنيا كلها صارت زحمة مو بس بالشارع، حتى بحياتك الاجتماعية صار زحمة، حتى بحياتك العملية صار زحمة، صار ماكو شيء، ماكو وما في، يعني شلون أقول لك، ما في نظام صار. عموما احنا بنصفط الحين وبراويك الكرفان ونقعد نسولف وندردش عن الفن. دفدش دش وين مو هني، خلنا نروح هناك. ها ابو عبد العزيز مرتاح معنا طال عمرك؟ ان شاء الله. الامور طيبه؟ الامور طيبه. زين ايش تشرب؟ نسكافيه بس من غير سكر. من غير سكر؟ تعرف تطبخ عاد ولا ما تعرف؟ لا معتمد عليك انا. ليش يا ما عليه ما عليه طباخ انا يعني انا قالوا لي
شنو قالك شنو؟ قالوا لي إن شاب حاجية يعني متألق بالطبخ دائماً. متألق بالطبخ ونسكافيه مو طبخ هذا. زين في هذا تبيه؟ شنو هذا؟ إيه هل جاهز؟ يلا يلا سوي يلا. أقول لك الإعداد قال لي إن أنت كنت جاي وخايف عبالك مقلب. والله أنت تبي الصراحة تخرع حمود. يعني أنت مشيت عليك المقالب يعني برامج اللي تسوي مقالب يوم كلموني قلت لهم والله إذا مقلب وكرفان أحط حمود بالكرفان ودزه بحر. تعال أنت سويت أنا مقالب؟ سويت مرة واحدة. اللي هو كان شربكة. شربكة. إيه بس مرة واحدة أنت أخو كل سنة صكيت على هذا اسمه الممثل المصري. رامز؟ رامز. لا ماني ما ودي يصوب. بس هذاك غير. إمكانيات. إمكانيات. إحنا شنو ناقصنا شاب؟ ناقصنا وايد أشياء. ناقصنا أول شيء الاحترافية بالشغل. واحد. ناقصنا مادة. اثنين. ناقصنا إعلان. ثلاثة. ناقصنا تسويق. أربعة. وايد وايد أشياء. مو بس ترى بالبرامج اللي هي كاميرا خفية وهذا. وايد أشياء يعني الفن عندنا شوية يبينا مثل ما يقول شوية غربلة يعني. إعادة هالسوالف مرة ثانية من جديد لأن عندنا ناس مبدعين سواء كانوا فنانين ولا مقدمين برامج ولا مخرجين ولا مؤدين. عندنا ناس إبداع صراحة يعني. أنت واحد من الناس اللي أنا صراحة شهادتي فيك مجروحة. الله يطول عمرك أستاذ. بس يبين دعم قوي على أساس إحنا ننافس الناس هذه كلها. بس المشكلة منا ولا من المنتجين؟ ما له شغل. مو شرط يكون منتج يكون قناة يكون محطة أي يعني إنسان بتسوي شيء. الحين صار شوية الناس قامت اسمه تسترخص الموضوع ما يأخذونه يعني بشكل يعني جدي كثر ما كان مثل يعني أنت بتقدم حق الناس بتقدم لهم مادة بتقدم لهم شيء حلو سواء كان تلفزيون ولا كان برامج. لازم أنت تقدم شيء حلو في قيمته يعني تبين الإمكانيات اللي أنت بتقدمها. إحنا هني صاروا شوية شوية لوايد يحسبونها لا يحسبونها بالملي. يقول لك أنا بحط مثلاً بقط مبلغ وقدره بقط مثلاً 100 شو بديش بجيبي. ما يعني ما يفكرون أوكي أنت حتى لو تحط 100 أربح مثلاً دينارين مثلاً. بس بالنهاية أنت اسمك والبرنامج والمحطة والمثلاً المنتج ولا الشركة اللي تسوي أي برنامج إن كان مو شرط يكون مثل برنامجنا. لكن أنا قاعد أقول لك يبينا احترافية يبينا مادة يبينا دعم يبينا إعلان يبينا كل شيء. شاب حاجية يقدر يعرض نفسه على منتج مثل في شنو يعني مسلسل الحين شوف تقدر توصل هالمرحلة؟ أقدر بس المنتج يقول لك أنا ما جازف بشاب حاجية. زين ليش؟ يعني المنتجين تبي تتحكي الحين على الكويت خلنا أقول لك مثلا منتجين برا خل نروح ما نروح مثلا أوروبا مصر إيه؟ يعني دليل السبكي ياب الفنان محمد سعد اللي هو اللمبي كان فنان عادي ترى طلع بمشهدين ما ثلاث مشاهد مسلسل الناظر أي فيلم الناظر صح وطلع فيه اللي هو فيلم بعدين خذ بطولة 55 إسعاف مع أحمد حلمي وبعدين والطريق الى ايلات كنا مشهد الطريق الى ايلات هذا كان في البدايات اول شيء قاعد اقول لك يعني اي قاعد اقول لك الشخص ما كان معروف لكن هذا المنتج السبكي شاف ان الشخصيه هذه في يعني في اشياء وايد بتطلع لي اشياء بتسوي لي اشياء بتطلع لي فلوس وياب الريال وزهلقه ولمعه وطلع حق الناس جازف فيه فاهمني. احنا عندنا خوف من هالشيء يعني ما في ما يقدر يجازف فيك المنتج مو بس فيني أنا في وايد ناس صار يعني فنانين أحسن من شاب حاجية بوايد بس ولا عشان البطولة الحين أصبحت جماعية ما عاد في نجم شباك أو نجم مسلسل معين الواحد يعتمد عليه الحين حتى لو بطولة جماعية يجوا الناس يقول لك حبيبي في العقد حط لي أنا اسمي قبل اسم فلان يا عمي فلان هذا صار 30 سنة يمثل أنت توك تحصل صالك هالموضوع إيه هذا 30 سنة يمثل أنت تدوق 5 سنين بس تقول له يقول لك هذا الممثل أو الممثلة فلانة تقول بس أنا نجوميتي أكثر منه
تقول له هذا من 30 40 سنه ما كان في سوشيال ميديا، ما كان في يوتيوب، ما كان في، فمن كذي يقول لك الزمن تغير ظلمه ايه. فهذا 5 سنين يصور سوشيال ميديا ويصور ويفرش اسنانه ويفرش مشط شعره ويلبس، وسواء واحد ولا واحده. فهذا اللي برزهم على شو اسمه، على قولتهم بالتلفزيون وشو اسمه سوشيال ميديا. خل اعطيك مثال، قبل تقريبا 6 سنين، تقريبا 6 سنين دشيت على قناه، انا ذاكر اسمها، قدمت مسلسل، واللي كاتب المسلسل استاذه كبيره يعني صار لها تمثيل أكثر من 40 سنة، ماني ذاكر اسمها بعد. أقدر أقولها؟ لا لا. أوكي. زين؟ من وياي؟ الله يرحمه كان غانم الصالح، أحمد الصالح، حياة الفهد، مهد مريم الصالح، مجموعة من أسماء الناس يعني المخضرمين الكبار. شاني هذا اللي موجود يقول لي حلو المسلسل تربوي ويتحكي عن الوضع الاجتماعي وعن الاولاد وهذا، يعني مثل شو اللي كاتبته شويه تحكي عن البيئه اللي احنا عايشين فيها، بس انا ما اقدر اشتري. ليش؟ ليش؟ يقول ابي الحين هذولا، يعني هو مو قله فيهم سواء كانوا موجودين الحين الله يطول بعمره ولا اللي ماتوا الله يرحمهم، يقول هذول فنانين كبار وهذا، بس الحين السوق يحكم علي او الجمهور ما يبي الجيل هذا، يبي اللي هو جيل بعد بعد بعدهم، مو بعد هذيلاك. الجيل في اجيال طلعت صحيح، يبي الجيل الجديد اللي توه اللي هم الماك تشيكن، وما ماني بذكر اسامي عشان لا احد يزعل علي، مع كل احترامي حق شو اسمه الاسماء اللي قلتها. فما يبي، قال لي اسماء هذه الحين ما تسوق مثل الاول. كان طالع كذي قلت له انت ريال عود كبير ما بيقطع عليك كلمه، هذه هذول الناس اللي علموا الفن حق الاجيال، الاجيال اللي وصلوا له هذول. زين بسالك على طاري الشباب، انت الحين تبي تسولف معاي، تبي تطلع المواجع؟ مو مواجع، لا 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 إيه انا ابيك تاخذ راحتك اليوم. إيه انت ترى يعني انا مو مشفر محمد، تكفى وفيني قصه مو هالكبر. نبي نطلعها، نبي نقول اللي عندنا اليوم. ايش الفائده؟ ما ترى حتى لو بطلعها يسمعونها، ماكو يسمعني اطلعني، ماكو. ما احنا خلنا نوصل وقول اللي عندك اليوم. بس على طاري الشباب وال حلوه صورتك، ايش رايك فيني؟ بس وجهك مو بالكرفان، شو اسمه اكبر من وجهك. ما علي، انت شايف صبعك كبره؟ شنو تعطش بسوي؟ انت ايش قاعد تسوي؟ يا بسوي عباره تليفون يا بس بكبر الصوره بنت قاعد مو في شك شو الحين انت ويك ضحك، انا اشوفك اضحك يا حبيب قلبي. مريض بعد واخر عني ذاك الصوت الحين ما قام يضحك ولا شنو؟ الله طال، والله مطلعين لك حلو بعد. منو احلى ما يعني؟ وين راكب فوق الكرفان هني؟ لا هني احلى يا حمد. شاب ليش كذي؟ شنو شاب قطره ولا شنو هذا؟ لا لفه زين والله يدها الطول. اقول لك شاب، انت الحين ممثل كوميدي يا حبيبي محمد. ايه وفي شباب على قولتك طلعوا كوميديانات جديده، هل شاب حاجيه يرضى ان يفرش الفيهات حق الشباب؟ إيه. ما في حساسيه؟ لا لا، انا توني مسوي مسرحيه، طبعا مو انتاجي انا، شباب صغار، منتج جديد، مسرحيه اسمها حاله وفاه. تمام. سويناها انا وباسم محمد ساده، باسم حماده، واحمد يراج، نور غندور، مجموعه ما يعرفون مساكن ولا شيء، لا يعرفون يفتحون مسرح، لا شباك ولا شيء، ولا شيء، لا ديكو ولا شيء، بس المهم ريال عنده فلوس بيسوي مسرحيه. جيت مسكته من الالف الى الياء، كان بيسوي مسكين عبد واحد، خليته يفتح ثلاث ابواب ما شاء الله رب الكعبه. علمناهم شلون، يعني انا ما امدح نفسي، انا تعلمته من اللي قبلي، فانت اللي يعني تعلمته مثلا من اخوي طارق ولا اخوي الله يرحمه عمي عبد الحسين، ما ابي اذكر اسماء، حسن البلام، المجموعه اللي انا شو اسمه اشتغلت وياهم. لازم انت اللي استفدته من العالم هذه تعلمها حق الجيل الجاي. صحيح. ونجحنا والله. وبقول كلمه، يا ريتني ما دشيت، ويا ريتني يا ابو عبد الله ما شفت ذاك اليوم ولا شفتك ولا مثلت. تصريح خطير هذا. اي والله صدق، لو رجع فيك الزمان
كمل صدقك انت تلفزيون ما اشوف الـ 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 الجو مو صحي الاجواء مو صحيه شو اللي خرب الموضوع شو اللي عكر دخلاء 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 على الفن الكويتي وعلى الـ الـ في كل شيء مو بس بالتمثيل بالاخراج بالاعداد في كل شيء شوف الفن صار مهنة من لا مهنة له لا قاعد تخ هذا أوكي صعبة مهنة لا مهنة له نفس هذا خمس المهم كذي صار ما عنده شغل يمثل العيب من منو من الساحة الفنية من الناس اللي قاعد تدخل هالعالم إنه ما في رقابة أو نقابة في نقابة موجودة بس لحد الآن يمكن أنا أتوقع ما تفعلت 100% يعني ما يعني والنعم في ناس في اخوي طارق والمجموعه اللي معاه فلشاوي وخالد امين قاعدين يجتهدون بس لحد الان ما صارت يعني ذيك النقابه الفعليه اللي احنا مثلا نحتمي فيها ما ادري ايش الاسباب ما ادري يمكن انا بقول هالحكي يمكن الناس تسمع مني وتضد لا عندنا نقابه بس ما اشوف لها دور لحد الان ما اي واحد قام يمثل محمد اي واحد بالشارع ويا حلو يا ابو تعال تصير ممثل هذا قال ابا شلون يبي يمثل لا المصيبه تدري واحده حلوه عيونها تافخينها تافخه براطمها وكذي مسويه تمثلين ايه امثل زين مو هذه تمثل تقط بدليات بس بيو بيو بربر المهم فمصيبه الحين تدري شو يقول لك بعد الحين يجيب لك الفنان يقول لك المنتج انت ايش كثر عندك فولورز اي هذه اوه هذه توها جديده يا جماعه كافي فنان قدير لا فولورز فولورز ايش كذا الحين الناس قامت شو اسمه تعتمد على هذا قلت لك سوشيال ميديا فولورز انت عندك كم مثل متابع مثلا نقول 400,000 وشهاب حاجي عنده يمكن 20,000 لا يبا روح قعد بيتكم زي ما ايش بيفيدك هذا شو هاللحظه شنو هذا الفولورز يعني شنو مثل جناسيهم اعمارهم ثقافتهم شهادتهم شنو اي واحد شنو قدموا هذا المتابع اللي بيشوفك اللي مثلا يناقشك باستغرامك ولا بالسناب ولا بتويتر ولا باي مكان سوشيال ميديا يناقشك والله انت دورك ذاك اليوم الحاجب مالك كان مو حلو يا بابا انت على اي اساس انت تناقشني هل انت بالمجال لما تقول الدور هذا وطلعت لفيت كذي مو حلو في ناس قامت تتابع وتصيد اخطاء مو على الفنان على المخرجين اهلا عمر راح نكمل الله يستر ومستمرين معك والحياه حلوه وجميله كنك ليت راسك لحظه لا 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 نطلع فاصل ما ادري وين تفضل شلون وين لقيتها لونها وردي شقل شغله شقل ولع النار تطبخ في البيت ها؟ طباخ انا ادش المطبخ احب ادش المطبخ بس على المزاج يعني مو اي شيء زي وين الدهن؟ انت حيبت البيت خلينا نشغل حط الدهن ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله وين شبريت؟ لا مو شبريت شنو انت وين قاعد؟ شبريت شنو ايش فيك؟ الحين ناس احنا متقدمة يا الله اكبر ايش فيك؟ طور الفن؟ يا سلام ايش فيك؟ بس خلني نجيب الدهن وين؟ ما في دهن حط ماي عادي بيض مع ماي؟ انا ادري عنك دهن ما عندك؟ لا حط كاتشب ما يمشي دهن مع ماي؟ لا صدق ماكو دهن؟ حط بيبسي لا يتروالي فيه يتروالي قعد دور لا فيه ان شاء الله فيه شكلك تنام هني منو؟ مطرود والله من البيت لا والله وهذا مو دهن بريكه بس زيت الله حلوة حياة العزوبية محمد طبعا انت ودك ها؟ لا ليش تخاف انه معزيز؟ لا مو قصة خوف بس الواحد يعني ليت بعيش عزوبي لابد انه يوم من الايام يحس بالوحدة يقول ها انا بروحي عايش يعني هلا شيء خلاص يعني هذه صارت سنة الحياة تتقبلها غصبا عليك بالحلوة والمرة تسافر الشاب والله احب السفر احلى ديره تحبها شنو والله رحت كل مكان بس احلى ديره انت زيدني عليها كايرو طبعا كايرو زين مو وين هذه القفشه اي اخاف الدوب
لا لا ما ادوب ما ادوب اكيد أيه. يعني انت بتدلعها الحين محمد الله يهداك تقول عزوبي وين عزوبي الله يحفظ الوالده هي اللي طبعا هي اللي شايله الليله انت مالك امل تطبخ والله متلج هذا حاطين الفريزر ها ايه يمشي 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 الله عليك الله عليك شوف اللمسات يا جماعه والله لمسات لمسات جميله لمسات لعب باصي ليش ما تيش اسمه كم واحد نسوي كيفك انا وانت انا وانت يعني عشر ليش ما تي اي لبس ثلاثه يا سلام بس اربط درج البيض شاب ما يربط ما يربط هذا جاي فلفل اسود انت انا معك انا اشوف اشراف عام شنو هذا دقيقه انطر انطر هذا ملح ملح الكل جايبين من البحر وايد شو اسمه انا ما احب الملح وايد ترى في جبن أربعة كافي صح هذا ثلاثة ولا شوف وين 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 هذا جبن سلايد حط كاكاو لا ما ينفع ما في جبن سلايد يلا كافي كافي الله طماط حطينا طماط وياه والله تعرف شاب يا صدقك والله مبين انت شايل الليله بالبيت عطنا صحن عطنا صحن بس طلع لي طبق طبق يا باشا ملو كده بص به بتمشي معانا طلع لي طبق يا محمد جماعه شوفوا شوفوا واحنا اليوم معانا شيف خطير شيف خطير رايحه فيها المقله هذه ما ينفع ترى المقله مو شيء يلا ناكلها بالمقله يلا احنا بعد الفاصل شو نسوي بعد الفاصل بعد الفاصل نذهب الدنيا والاكل ونشوف الحركات شنو اللي عندنا وين وين الخبز وين في كل شيء كل شيء نطلع فاصل يا جماعه ونرجع لكم يا والله يقلبوا المحطه تخربط لا تخربط زين يعني متاكد ولا شو الوضع قدامك طبخت بعد شو متاكد زين نبتدي ناكل ولا شو الوضع نسمي حط لي يلا زين اقول لك انت قبل شوي قطيت كلمه غريبه عجيبه قلت لو اريد فيني الزمان ما ادش الفن ليش بسم الله انت ايش تبي توصل له انا بطلع اللي عندك اليوم تضيف اليوم تعبان نفسياً مبين ايش تبني اقول لك يعني واحد شوف تفضل يدش الفن خلهم انت الحين انت الحين بالنسبه لك شنو الفن يعني شيء الفن شنو اعطاك الفن يعني الفن اعطاك محبه الناس بس 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 وقف بس وقف عند هذه بس 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 لا تناقل لا تعطيني أي شيء ثاني يعني والله أنا ما أبي أتكلم عشان لحد يبغى تكلم تكلم اليوم لحد لا صراحة المصيبة النصارى أنا أقول لك شيء شنو الحين منتج مو منتج ما نقول منتج نقول صاحب مال عنده مبلغ 150,000 مثلا صح إيه يقول حق المدير إنتاج يبه يقول له يبه هذه 150,000 سوي لي مسلسل لا تدخل انا منتج شكل بس وهذا 150 بس ما عندي دينار فوقها ولا دينار اقل 150 منو بتجيب انت جيب عاد انت وتصرفك مع الفنانين فهذا شو يسوي الشخص يا خبره بالسوق ياخذ ال 150 هذه بالضبط بالضبط يشغلها بمسلسل عاد تشوف يطلع له 10 منها يطلع له 15 مخباته ما له شغل هو صاحب المال عطاه قال له بسوي لي مسلسل وياخذ المسلسل عاد تشوف عاد شنو يجيب من كاميرات شنو يجيب من فنانين لا وهذا صاحب المال واثق مليون بالمئة موقع هو على بياض ان المسلسل هذا راح ينشري فاهم شنو اقصد؟ فاهم فيبيعه كذا محطه ولا مشترك محطتين ولا اي شيء كانت قاعد تشتغل ما شاء الله سنه 2000 اذكرها سنه 2001 او 2002
أول يوم دخولي للفن. 2000؟ 2001 أو 2002. كان أول عمل شنو؟ مسرحية ما يصح إلا صحيح. الله يا ريتني ما دشيت. أقسم بالله ورب الكعبة واللي جبها النعمة إني متحسف متحسف. بس خلاص ما تقدر بعد خلاص صار عشق الحين. يعني شلون واحد يعني هالشيء يضره بس يحبه. الحين راح نلعب لعبة كذي خفيفة. لا تأذيني حموت تكفى مالك خلقك وسوالف ولا شيء. تدري فيني أنا مسالم؟ لا أدري فيك أنت صاحب مقالب. لا وين أقدر على أبو عبد العزيز. أنا أعطونا سماعة يا جماعة. أنت ضيف يا حبيبي. شنو سماعة؟ أمسك طاحون. والله ماكو شيء. عزل عليك يا باشا. لا يا حبي أنت حبيبي ما نخسر بعض يا باشا. لا يا باشا. شو سوي فيها؟ يعني شو بتسوي فيها شاب مثلا؟ وين السالفة؟ يمكن ما أدري يعني كذي يعني خاف تفتر. لا ماكو شيء أمور طيبة. الله ما يندر عنك. خلنا نمسك البطل أشوف. والله أقسم بالله. زين شاهدين يا جماعة اللي ورا. والله الكل شاهد. يلا أبطلع بعد عشان أدمرك. لا أمور طيبة صدقني ماكو شيء. صدقني أنا ببطلع. شوف إن شاء الله. يلا أنا جاهز. شنو سامع أنت الحين؟ ولا شيء؟ لا يلا حمود عقل. والله ماكو شيء. والله أدمرك والله العظيم. منو قاعد تسمع؟ انزين شيل في صوت؟ اشتاقت لك ما فارقه. بقول لك كلام حاول تقوله وانت سمع بذونك تمام؟ شلون كلام شنو؟ اسألني اجاوب. انا بقول لك كلام حاول تصيد الكلام اللي بقول لك اياه. يلا اوكي الصوت؟ شاب شاب هونغ كونغ هوكوك. شنو هوكوك؟ شنو هوكوك؟ شنو هونغ كونغ حمود؟ هونغ كونغ هوكوك. شنو هوكوك؟ بيض شو ساحر؟ بيض بط زيتون كرة زيتون أيوة صح تمام حلو أوكي. زيتون كذي زيتون كذي. عاوزك شوي زين تفصل لا ثبتها. لا قاعد لا دشداشة. ها دشداشة طابوك. زين شاب ولا شيء صح؟ مو قاعد تسمع؟ بلا زيتون. لا والله ما سمعت. زيتون صح؟ اي زين ايش قاعد اقول انا؟ لا دشداشة قاعد اقول قبل شوي. دشداشة كذي؟ اي بلا اضيع دشداشة كذي. انت عليك من هني ولا مو مبين. نكمل؟ شو حلجك؟ يلا نكمل؟ يلا مسلسل. ها؟ مسلسل. مسلسل. فيلم. شيل السماعة. صايدك. شيل السماعة. فتنت ها؟ خلنا صيده. على الأقل أمسى أفوز عليه. خلنا نفوز عليه. خلوني على طاحون ما تعرفوا ولا مثلين. لا يقولها كذا. يلا. نكمل؟ لا خلنا نلعبها صح. يلا خلنا نلعبها صح. يلا خلنا نلعبها صح. يلا جاهز؟ بحر بط لا عيد بحر لا مركب لا مو مركب لا والله اشوف والله ما مركب والله مو مركب اعرفه مو مركب. شاب لا شاب شباب ضحك وجهي. لا تكفى خلينا نلعبها. خلاص والله ما راح اجلس. يلا اشوف انت لو تغير الاغنيه تحط لي شيء ثاني. لا ما حين ولا جاوب ولا شيء.
يلا جاهز؟ توضح الكلمة. يلا جاهز؟ شو زيدان حاطتك على حلقك؟ يلا زيدان. زيدان انطم؟ شنو انطم؟ زيدان. زيدان سيدة صح؟ زيدان. زيدان صح. سالمية. سالمية. سالمية احلف. حلو. دقوس. دقوس يا وافع دقوس. بالمصري شطة يا باشا. جاهز؟ جاهز. يعني ذاك قاعد يسمع يا جماعة بالعوز؟ والله مو قاعد اسمع. انت مو راضي ما تبي تلعب؟ والله مسائي الحين. لا والله. شلون قاعد ترد علي؟ والله مو قاعد اسمع. شلون قاعد ترد علي الحين؟ ارد عليك قاعد اسمع صيدك. خلاص عرفت حلجك. تلعب انت اللعبة معاي العكس؟ لا ما نعكسها؟ لا هي الاغنية داشة هني. اي لازم. هذه اصول اللعبة. وانت بطل حلجك شوية. هذه اصول اللعبة. اصول اللعبة. اصول اللعبة. يلا احط بعد؟ لا خلاص خلصت. تكفى ارحم امك. خلصت. اللعبة ما شلون صايرة هذه. خلصت بس اليوم طلعنا بشيء. لحظة لحظة كم واحد جاوبت انا مساعد؟ كم سؤال؟ يمكن ثلاث. روح. والله ثلاث؟ كل هذول. ها قاعد تأشر لي. خمس. كم؟ أربعة أربعة أربعة؟ أربعة؟ خمسة. خمسة. إيه بحر. خمسة بقى. خمسة بس من بحر. أوه شنو؟ زيدان. زيتون. بيض ما شنو؟ زين خمسة خمسة ولا أربعة؟ إيه أوكي. زين والجائزة؟ أي جائزة؟ أي أمام. أنت بس يا أخي بس بالجوائز. جوائز بس يا شباب. شنو جايب حليب أطفال؟ يلا قول. والله كنا حليب أطفال هذا. أبو عبد العزيز الجميل الفنان الشاب حاجي حبيبي. أول شيء نورت كرفاني. هذا الكرفان اللي تشرف اليوم فيك حبيبي. كنت ضيف جميل وتدري أنت من الشخصيات اللي أنا أحبها وأحتس فيها وايد. حبيبي. فنان. فنان بأخلاقك قبل فنك. فنان بفنك. الله يحفظك. لا ترفع وايد. لا والله طيبة قلبك هذه أهم شيء. انت عجبتك بتختم؟ اي انا بختم. بس انت قبل لا تختم انا بقول يعني بقول عندي كم كلمه بقولها. طبعا اتكلم. بتكلم والختام عندك بعد. ختام عندي. اول شيء مشكور ما قصرت محمد. برنامج وايد حلو جميل. يعني انا بصراحه كنت في البدايه متخوف بس استمتعت وما شاء الله الجروب الحلو المخرج ومصورين المعدين. انا مو حافظ اساميهم كل المخرج يمكن عرف عيد روسي والباجي. واشكر تلفزيون الكويت على هالبرنامج الجميل. وعندي امنيه الحين دام احنا اول سنه 2018 اتمنى ان من قلبي يعني يا رب تفضل. واتمنى هالكلام هذا يتوثق لي قدام. يعني واحد انسان ما يدري اليوم عايش باكر ميت. من طول العمر يا رب. الله يحفظ كويتنا اول شيء. آمين. يحفظ اميرنا. امين يا رب. يطول بعمره ويخليه تاج على راسنا. آمين. ويصفي الامور ان شاء الله وتصفي النيه وتهدى القلوب بالكويت. وعسى الله ان شاء الله يوفقنا ويطول بعمرك حبيبي محمد. الله يطول. والله يعني انا استمتعت وياك بالجو الحلو والشباب الحلوين. الله يطول عمرك. والله انت وانت وانت بطل يا محمد يا حبيبي. والله يا حبيبي. حبيبي. طبعا وين اختم؟ خلاص يلا الختام عندك. مشاهدينا برنامج كرنفان الطاحون الجميل. مو كرنفان. مو كرنفان. مو شو اسمه؟ مو كرفان. كرفان كرنفان ماي كرفان. يا ايش عرفني انا هذا ما ايش اسوي كرفان. اسم البرنامج كرفان. لا اسمه مو والله كرفان. مو كركر كمان شو تقول عنه؟ اي كرك اختم. لا 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 خلاص خلاص. مشاهدينا مشكورين ما قصرتوا. تابعونا في حلقه جديده من برنامج كرفان الطاحون. كرفاني كاني كاني بمكاني حي الله من ياني وضيوفي معاي. كاني كاني بكرفاني كاني كاني بمكاني حي الله من ياني وضيوفي معاي. Yes, welcome everybody. Yeah. كاني أنا ضيفي معاي. Yeah. كرفاني جاهز وياي. Yeah. يقعد معاي طبخة وياي. أقول له سين يرد لي جيم. أدوس بنزين وصفة يمين. تدري شلون إحنا جاهزين.